رجل يحب الفخر فاعطيه اليوم شيئا. يعني ده زعيم قريش وكبير القوم، وبعدين قريش ومكة هي اهم عاصمة في الجزيرة العربية كلها، فلما يعطى هذا الرجل ما ينفخ به الانا التي عنده تفتح الابواب. فقال لينادي منادي: من دخل داره فاغلق عليه بابه فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فاعتدل ابو سفيان وعاد الى قريش: يا معشر قريش، لا طاقة لكم اليوم بقتال محمد. انتهت المسألة، حتى خرجت هند وقالوا اقتلوا هذا المبشر، وامسكت بلحيته وقالت: يا رجل اخرفت بعد ان كبرت في السن، يعني بدأت تخرف وتقول كلام عجيب وتستسلم بهذا المنطق؟ انا اريد ان اقول ان رب العباد عز وجل من على حبيبه قائلا: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فما الذي يحدث؟ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ان جاءك النصر فسبح، وان جاءك الفتح فاحمد، وان دخل الناس في دين الله افواجا فاستغفر. تتعجب انت من سياق النص. طيب في النصر يسبح، الفتح يحمد، دخول الناس في دين الله افواجا وهذا هو المطلوب، يستغفر. يستغفر من ماذا؟ لان دخول الناس بالمئات بعد ان يدخلوا بالواحد، يعني يوم ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما من مكة كان عدد المسلمين به والمؤمنين 84 رجل وامرأة فقط على مدى 13 سنة 84، وكان في المدينة 72 اللي هم اصحاب بيعة العقبة الاولى والثانية، 72 و84 يعني تقريبا 156 موحد في العالم كله في هذا الوقت يوم الهجرة. فاذا رأيت ان حجة الوداع كان 113,000 في هذا الوقت، فلك ان تتخيل هذا كأن الله يقول قد تشغلوا، قد تشغلوا او يشغل قلبك بهذا العدد، فربما يأتيك امر من حب الجاه او حب الاتباع او حب انك انتصرت، عندئذ استغفر الله من هذا الخاطر، لاننا لا نستغفر من الخواطر كبشر، لكن الرسول يستغفر من الخواطر التي تأتي. هذا امر. ثم رب العباد عز وجل يقول له: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. لماذا؟ انه لماذا يستغفر؟ هذا نعي، يعني اسمها سورة النعي، نعي لحياة رسول الله في الدنيا بعد ان يدخل الناس في دين الله افواج، تم الدين، انت عندنا يا محمد عندئذ فسبح، يعني عليك ان تستغفر رب العباد سبحانه وتعالى لانك قادم الينا. ولذلك رب العباد من كرمه وفضله ومنه وجوده وتعطفه على حبيبه صلى الله عليه وسلم كأنما يقول له: قد أتممت الرسالة يا حبيبي، وقد أوصلت ما أمرتك به، فاستغفر الله لأنك سوف تعود إلينا. فلم يفهم الصحابة عندما قرأها هذا النعي إلا أبو بكر الذي كان يجلس على الدرجة الأولى من المنبر وينظر إليه ويبكي ويقول: بل نفديك بأرواحنا وأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. فهم أبو بكر أن الرسول على وشك أن يغادر هذه الدنيا، لكن ترك بيننا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نتعب كل التعب إذا تركنا شرعه، وإذا تركنا سنته، وإذا كان بيننا كسرى وبيننا قيصر. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إذا على بنيان بدا نقصه، لأن الإنسان إذا تم، يعني بدا النقص إذا قيل لشيء قد تم. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تقول: أنا تعبت في الحياة وعملت في الوظيفة 40 سنة،
يجب، وقد زوجت الأولاد والبنات، أبني لي بيتا جميلا بحديقة جميلة من كدي وتعبي أعيش فيها أنا وأم الأولاد بقية العمر، وتفرح ببناء البيت وتفرح بالديكورات التي فيه وبالألوان التي وضعها مهندس الديكور وبطريقة البيت الواسعة الجميلة، عندئذ استشعر أنك ربما بدلا من أن تنتقل من البيت الذي تعيش فيه إلى البيت الذي بنيته، ربما تنتقل إلى بيت الدود والوحشة حيث يحملك أهلك على أعناقهم، لأن الإنسان إذا يعني قارب الشيء التمام لابد أن ينقص، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هذه سنة الله في كونه. العبد منا يجب دائما أن يبغي الخير كما أراده رب العباد وكما سار فيه الدعاة الأول، كل الدعاة بغوا رب العباد عز وجل واستمعوا إلى كلامه. نوح أمر بصناعة الفلك فلم يجادل وقال لما أصنع الفلك، صنع الفلك. إبراهيم أخذ ولده وزوجه وتركهما في مكان يعني صحراء جرداء، لم يسأل لماذا أخذهما إلى هذا المكان، لماذا لا أعيدهما إلى أرض أجدادي في العراق حيث الأنهار وحيث الحدائق والنخيل وإلى آخره، لماذا لا أذهب بهم إلى غوطة دمشق فأتركهما هناك في هذه الجو، لماذا في هذه الصحراء؟ لم يقل هذا، إنما سلم أمره لله سبحانه وتعالى. لما جاء الرجل الناصح لموسى، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، لم يقل له لماذا أخرج، خرج واستمع إلى هذه النصيحة. عندما أمر رب العباد في الرؤيا أن يذبح الخليل ولده ما سأل وقال لماذا، ما قالت أم الكريم عندما قال لها رب العباد اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، لم تتساءل. رب العباد عز وجل قال لنا لا يبغي أحد على أحد ولا يطغى أحد على أحد ولا يؤذي أحد أحدا، ومن رفع على أخيه حديدة ليهدده بها برئت منه ذمة الله ورسوله ولم يشم رائحة الجنة، ومن روع الآمنين روعه الله في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، علينا أن نبغي الخير بأن نؤوب مرة أخرى إلى حومة الإسلام. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، اعصمهم من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم أمن بلاد المسلمين في المشرق والمغرب يا رب العالمين، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، هذه الصفحة قبل الأخيرة من كتاب الله عز وجل فيها سور ثلاث: كافرون، النصر، المسد، مرتبطة ارتباط عجيب، سورة مدنية بين سورتين مكيتين، الارتباط الوثيق بين الثلاثة كما هي وحدة القرآن ولحمته في أن تكون كل سورة مقدمة للتي تليها أمر يفوق خيال الإنسان ويقف الإنسان عاجزا أمام فهم كتاب الله عز وجل. السورة الأولى سورة الكافرون، كأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب ما جزائي لما قلت لكم دينكم ولي دين؟ يأتيك نصري إذا جاء نصر الله والفتح، وما جزاء عمي الذي
كان يشجعني او يريدني ان اعبد الاصنام. تبت يدا ابي لهب وتب، انت اخذت ما تستحق من خير وهو اخذ ما يستحق من شر، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وكان ابوهما صالحا، قالوا ده كان جدهم السابع، ظلت جينات الصلاح تنزل من هذا الجد سبحان الله العظيم، حتى لما دخل حزن الجد والد سعيد بن المسيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. الحزونة في اللغة الصعوبة، أرض فيها حزونة يعني أرض لا تصلح للمشي فيها، صعبة جامدة قوية صخرية غير مريحة غير ممهدة. ومن الحزن أيضا كآبة والضيق. قال بل سميناك سهلا إن شاء الله، بلاش حزن دي، إن شاء الله غيرنا الاسم سهل. قال اسمي حزن مصمم. قال سميناك سهلا يا أخي اقبل ما يريده رسول الله. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. خلاص النفخة العربية الكذاب اللي ما بي. قال سعيد بن المسيب فوالله ما خرجت الحزونة من بيتنا. حفيده حفيد ابن حفيد حفيده سبحان الله الحفيد الرابع سعيد رضي الله عنه امام، يقول ايه؟ يقول الحزن والحزن والصعوبة ظلت في بيتنا. احيانا القي بعض المحاضرات في اماكن واجد امامي وجوها جامدة لا يظهر عليها اي تعبير، لا سرور ولا حزن ولا حزن، خلي بالك، ولا هم فاهمين ولا مش فاهمين. اقول يا الله ادعو لزوجاتهم وانا لا اعرفهم. اقول اذا كان ده في ارقى حالاته في اصفى حالاته في انقى حالاته الايمانيه وارقاها، طب ده بالله عليك ده في البيت شكله ايه؟ نسال الله السلام، لا حول ولا قوه الا بالله. نعيمان كان ياتي يعني يقول طرائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني دايما يعمل يا زي ما يقول بالعاميه كده مقالب حتى في الرسول نفسه. يروح ايه يشتري ناقه من جماعه جايين من البدو امام المسجد النبوي، بيعوني هذه الناقه بكم بكذا، طيب يروح اخوته ويمشي، اين الثمن؟ هذا الرجل الذي يجلس في القبله سيدنا رسول الله قولوا ان نعيمان قد اشترى وخذوا ثمنها منه، فانا عبد عنده ولا عبد ولا غيره ولا غير. يروح الرسول يضحك ويدفع الايه ويدفع الثمن. دخل نعيمان مره كان دميم الخلقه، كان قبل نزول ايه الحجاب عائشه جالسه جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من هذه يا رسول الله؟ شوف الجراء يا اخي، قال له هذه عائشه. قال ازوجك اختي احسن منها. تعرف دخل الاصلاح من راح في بيت الرسول، انا زوجك اختي. ومن عائشه ما شاء الله بنت ابي بكر العقليه العبقريه، قالت يا نعيمان انت اجمل ام اختك؟ مين الاجمل فيكم؟ قال لا انا طبعا. قال الحمد لله رب العالمين. طبعا انت تبتلي الرسول لا اله الا الله؟ قال له يا شيخ هو صوت المراه عوره؟ قال له ان كانت قبيحه زي زوجتي كده تبقى عورتين، لا حول ولا قوه. يا اخي اقبل اقبل الله يرضى عنا. وانا اقول لاولياء الامور سواء عندهم اولاد او بنات في سن الزواج، لو جارك اليومين دول المنخنقه مشي الحال، لان ان صبرت هيجي لك المنخنقه والموقوذه. ان جالك المنخنقه والموقوذه مشي، ليه؟ هيجي لك المنخنقه والموقوذه والمترديه سبحان. فاقبل اقبل 60% مشي الحال، هو ده الموجود في السوق. ها في السبعينات طلبني عالم جليل رحمه الله عليه، قال يا شيخ نعمل برنامج كبير هنستضيف فيه كبار العلماء. طيب وغير وانا هو الله يرحمه انا اقوم بدور المذيع لكم. الله ما شاء الله انت تطلع مع فلان وفلان ودول من كبار ما شاء الله. قلت له يا عم الله يرضى عنك بلا بلا لا داعي لدول. قال طيب فلان وفلان. الله قلت لا داعي. قال الله يا مولانا هو ده اللي في السوق يعني سبحان الله. انت تقبل تقبل ما تقبلش انت لا يعني سبحان الله لا تختار. قل يا ايها الكافرون. سبحان الله العظمة في انشراح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في المحاضرة التي الله يجزاكم الله خيرا انتم ملأتوا المحاضرة يوم الاثنين الماضي ما شاء الله في غرفة التجارة، جزاكم الله خيرا. عندنا محاضرة اخرى
شاء الله بإذن الله يوم الاثنين القادم في المركز التجاري بإذن الله 10:30 مساء بإذن الله. فإنك بأعيننا أول يعني إن شاء الله بإذن الله يعني أول تصنع على عين بهذا القبيل تقريبا. فقلنا إن التميز في رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز أغرب من الخيال. تخيل هذا اليتيم لم يجد يتما. أي يتيم صفة اليتم ملازمة له أم غير ملازمة؟ ملازمة له، لكن يتم رسول الله يتم متفرد. مجرد أن أباه مات وفضت أمه، أول ما ولد كانت أمه تحتضنه، ومدام الأم موجودة في السنوات الأولى لا يشعر الولد بيتم. ماتت أمه عنده 6 سنوات، فجأة فورا عبد المطلب كفله فلم يشعر باليتم، وكان يضع على حجره عند الحجر الأسود ويقول أين ولدي أين ولدي، سبحان الله، لا يجلس إلا على حجر عمه سبحان جده. مات جده عنده 8 سنوات، كفله عمه أبو طالب. أول ما بلغ 13 سنة بدأ يعمل على قراريط في مكة ويكتسب ويعطي عمه يعينه، فشعر بالرجولة مبكرا. وبعدين سبحان الله العظيم يتزوج عنده 25 سنة، تكفله ماديا زوجته الكريمة. تقول كتب السير عاشت 25 سنة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعت صوتها عليه مرة. انت متزوج بنت عمك ابو اسماعيل الله يرحم الكل، خلي بالك، وعندها 2000 قدم كده عمش سبحان الله، وحتة بيت تعبان يعني تقبل بتاع ان تعيش فيه، المهم يعني تضع قدما على قدم. انا ابويا الله يرحمه ترك لي لا اله الا الله، تتمنظر عليه يا ويلك لو انت كنت اقترضت منها مرة 200 درهم ولا 200 جنيه، تظل ذليلا طوال العمر. انفق على من شئت تكن اميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج الى من شئت تكن اسيرة. هي كده تحتاج لواحد تبقى ذليل عنده. سبحان الله، سبحان الله، لا اله الا انت.